أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم. أن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، بادياً الرعاية الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous avez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui sera sur les raisons qui nous poussent vers la révision et à exploiter notre temps et nos efforts in learning. J'avais un problème de révision et surtout de discipline. كنت نقرا نهار ونقراش دي جو و دي فوا المودول كاع ما نبداش. En même temps, j'avais l'idée تاع je ne suis pas motivée, pas d'envie, donc ما نقراش. Et bien sûr, après un bon moment, ندم بزاف. Et puis, j'ai commencé à chercher. علاه بكري كنت موتيفي بزاف و كنت نقد نقرا و دو فاسون ريغولييغ دو فاسون كوتيديان و دروك مانيش نقد. فلقيت بلي ماشي جافي اون موتيفاسيون كيما جافي اون ديسبلين، يعني كنت ضابطه روحي. بزاف منا كانوا ضابطين روحهم شفتو قبل كاع ندخلو لونيفرسيتي. فقعدت نحوس على لو سوكري، علاه بكري كنا اسي ديسبليني و دروك اون لي با. فلقيت بلي بكري سي با نو لي كنا ضابطين روحنا قد ما لي بارون تاعنا كانوا ضابطيننا، لي بروف تاعنا، ومام لو سيستيم تاع القرايه. سي كنا الصباح خاصني نروح على 8 ونجي على 12 بي نعاود نقرا عشيه ونعاود نولي، وغدو عندي دي تيست وعندي دي زيكزام، عندي دي ديفوار، عندي دي كومبو كل خطره يتعاودوا. او ميم طون دارنا كاع يكون نشوفو فيها بلي راني نقرا ولا ما رانيش نقرا، دونك توجور ضابطيني. اي دروك كاع نخمم دوك على دروك وانا بيرجو هاد لا ديسيبلين. لقيت بلي السيستم ما راش مضبوط فوالا، دونك راني نكون مخيره سواء اسيستي سواء ما اسيستيش، سواء ريفيزي سواء ما ريفيزيش. لي زيكزام بعاد بزاف، دونك ما كاينش حاجه اللي تضبطنا ولا تعطينا هذيك الكونترول تاع الفو نقرا، باسكو كاين حاجه راهي دخلتني نقرا. اي بيان سور بويسك ما عندناش سيستم هذا اللي يضبطنا ولا سيستم دو ديسبلين، خاصنا حنا نديروه. واش هو الافضل سيستم هو اللي يخلينا نقراو مضبوطين؟ وان يكون عندي دي زوبجيكتيف، باسكو دروك سي بون كبرنا وكاي في الليسي كان لو بوت تاعنا هي ندو دي بون نوت ولا نربحو الباك ولا ولا. اي بي دروك كي نكبروا فوالا، دونك عندنا مسؤوليات، عندنا جايين دي ريسبونسابيلتي، عندنا دي زوبجيكتيف ا اتيندر. وهاد لي زوبجيكتيف يكونوا دي زوبجيكتيف كبار بزاف، اللي هما لي زوبجيكتيف تاع الحياه اصلا، علاه رانا عايشين. Donc en général, ce qui différencie bien une personne qui est toujours irritable ou yerbush ou il y a des efforts, ou une autre personne qui est disciplinée ou matitabsh, c'est que le wul a des objectifs ou zewj a des objectifs. Le wul qawme la douleur parce que عنده حاجه à atteindre après هاد la douleur. L'autre garde le repos parce que ما عندهش حاجه يوصلها. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui, غادي نهضروا على هاد لي raisons اللي normalement هما لي بوسونا، هما لي موتيفيونا، هما لي خلونا même شي موتيفي او moins discipliné تاع بالصفه عليا نروح نقرا كيما بالصفه عليا نصلي ونصوم وندير بزاف تاع الاشياء اللي elles sont obligatoires dans la vie، ماشي مخيرين بيناتهم. اول raison ou la plus importante هي because I'm a Muslim. في واحد الوقت كنت كي نتلاقى انا وصحاباتي ونهضروا هكا شويه على الدين وكاع، اي نهضروا على النيه والاخلاص في النيه وكاع، نقول لهم زعما ان فاكت انسايد من حش روحي ناويه القرايه لربي ولا مانيش ناويه القرايه، بلي راني يعني نديرها باش نتعبد لربي. اي بي فاتوا اليامات وعرفت بلي هادي لا بلو غوند فوت اللي درتها في حياتي. كيفاش الواحد تاعب وداير بزاف تاع لي زيفور وداير بزاف ومستريسي بزاف اكسيتيرا، اي بي على فان عارف بلي بالك هذاك الحاجه كاع اللي يديرهم شابين ماشي معدود الله في ميزان حسناتهم، ماشي بهم غادي يدخل الجنه، وهي لا سول فوت اللي دارها الاولى هي سيكو ما نواش هاد الايفور. دونك كيفاش ننوى هاد الايفور؟ سيكو حنا الاولى خاصنا نعرفو من انا ولي ما انا. بون من انا ولي ما انا ماشي مصطلح تاعي ولا، بصح كاين بزاف تاع ناس اللي راهم هضرين عليه من انا ولي ما انا، وبلي سورتو في هاد لاج هي تبدا من الصور. بصح تبالي بلي بزاف حنا نقصو في هاد الكوتي تاع من انا ولي ما انا، على راني عايش المسلم شخص راه يدير لي زوبجيكتيف تاع المسلم ماشي كيما اوبجيكتيف تاع واحد ماشي مسلم. المسلم هدفه هو يرضي ربي، وماشي مسلم هما سورتو يخدموا باش تكون عندهم قيمه بين الناس، يعني كي يخدموا يتعبوا كاع. توجور شفتوا بلي فيديو تاعهم دو موتيفاسيون كاع، اخدم باش تكون انت الافضل، اخدم باش تبين لهم بلي انت لو ميور اكسيتيرا. مي حنا نخدموا بوغ ان اوتر اوبجيكتيف، سي فري هادو حاجات شابين، سي كنت تكون مسيطر تكون ان انفلونسور، مي لو بلوز امبورطون سي كو ربي هو يكون راضي لينا.
تو في الكوتي تاع من انا وليما انا غادي نحط لكم اون فيديو ولا اون بلاي ليست سورتو وهذا البلاي ليست فيها دي فيديو شابين بزاف وغادي تلقوا لو كان تشوفوهم تلقاهم از ا بيجينينغ ا جود بيجينينغ فور ريل لايف واهداف سليمه وطريق سليم ان شاء الله. فعلاش جبنا على هذه الحاجه هي سلك كي غادي نحقق كي غادي نخير الاهداف تاعي هذوك الاهداف الكبيره مثلا نصره الاسلام ولا نصره الوطن ولا نشرف الاسلام ونمثل الاسلام باحسن صوره ولا ندعو للاسلام هذوك كاع الاهداف الكبيره اللي قالهم اهداف صغيره في الطريق ولكن نقولوا اون فيزيون كبيره يقلها اهداف صغيره غادي نحققهم في الطريق. من بين الاهداف الصغيره هي انني نكون طالب علم مميز ولا طالب علم متفوق. ثاني الحاجة الزوجة هي كل مسلم راه يمثل صورة للمسلمين يعني انا ولا نتوما كل واحد فيكم يعني كمسلم راه يمثل المسلمين وبزاف الناس كيشوفوه غادي يشوفوا الاسلام فلازم اوموان نسي على ندير كاع لي زيفور وندير كاع الماكسيموم تاعي باش نعطي صورة جيدة للمسلم بلي المسلم ماشي انسان كسول بلي المسلم ماشي انسان جاهل بلي المسلم ماشي انسان يتبع هواه ولا يخالفه بلي المسلم انسان منضبط انسان ريسبكتيو انسان متعلم ونشيط فالسبب الاول اللي هضرنا عليه هي انني نتعلم ونكون طالب مميز ومتفوق because I'm Muslim هو اهم سبب ولي كيما قلت لكم بلاي ليست هذه غادي تفهمكم غايه اصلا وغادي تحسوا باللي غادي ديروا ميساجور جديده وتفهموا روحكم غايه. ديجا انسان ماشي فاهم روحه ما غاديش يقد يمد وما غاديش يقد ينتج في المجتمع وما غاديش ينطلق في الحياه بيان كوم يلفو. ثاني سبب هو to be stronger. القوة أنواع كاين قوة الجسد قوة المال قوة السلطة الشهرة العلم كاين بزاف أنواع تاع قوة. بصح شوفوا ربي في آية في واحدة من الآيات قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وسبق العلم على الجسد يعني قوة العلم أكثر تأثيرا على قوة من قوة الجسد. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني قوة العلم هذه غادي تخلينا ربي يبغينا بزاف ونكونوا أفضل عنده من المؤمن الضعيف اللي ما عندهش هذه القوة. السبب الثالث هو to influence يعني باش نكون إنسان مؤثر. كاين واحد القاعدة في الكون هي بلي الإنسان يتبع الإنسان داير هكا يعني الغريزة تاعه هي غريزة فلو يعني يتبع الغاشي. ما واحد يقول لك نو أنا ما نتبعش الغاشي ما نشوفش كاع شراهم يديروا وندير لي في راسي مي بلا ما يحس راه يتبع ناس اللي هو مش حاس راه بلا يتبعهم سواء في الواقع ولا سوغ سوشيال ميديا سوغ يوتيوب في لا تيلي المهم يتبع فاحنا شكون هادو الناس اللي نتبعو هما الناس الاقوياء وهما الناس اللي يخدمو سواء يخدمو خدمه شابه ولا يخدمو شي شابه قادر نتبعو ناس ملاح كونتوني تاعهم مليح واللي يقدموا خدمه مليحه للمجتمع قادر نتبعو ناس اللي مشي ملاح بصح يخدموا مام يكونوا مشي ملاح لو كونتوني تاعهم مشي ملاح كونتوني تافه فارغ بصح يخدموا حنا غير نشوفوا واحد يخدم نولوا نتبعوه. فالانسان هذا اللي حنايا كطلبه علم و از ميديكال ستودنت سورتو غادي يكون عندنا هذيك الانفلونس غادي اون فوا غادي نولوا نتعبوا كان بلي عندنا هذيك الانفلونس. بون كاين زوج تاع لي زانفلونس الاولى توجو غادي نقولها انا بون تغيضني بزاف باسكو ليتوديون اون ميدسين ولا فيوتور ميدسان ولا وسورتو كيولي ميدسان يولي انسان قدوه لبزاف ناس ولو كان انسان تافه ولو كان انسان فارغ وهذه تبان لي مشكله كبيره. شفتوا المجتمع تاعنا شغل طبيب يتبع تشوفوها مام في السوشيال ميديا في لي جروب وكاع يشوفوا الطبيب شاقال غير غلط اتاكو المهم الطبيب يتبعوه بزاف فهذه حاجه ماشي شابه باسكو كاين ناس فعلا هو راه غادي يكون مشروع طبيب ولا راه طبيب بصح هو ما يستاهلش يكون طبيب وما يستاهلش الناس يتبعوه وللاسف غادي يتبعوه. فانا خدموا على رواحنا باسكو سي بون انا عارف روحي بلي يوما ما غادي نكون انسان مؤثر سواء في دائره صغيره ولا في دائره كبيره نخدم على روحي باش نكون انسان مؤثر بطريقه حسنه ماشي بطريقه مخالفه لتعاليم الاسلام. والحاجه الزوجه اللي قلنا بالعلم هذا غادي ناثر اكيد كي غادي نتعلم قلنا غادي تكون عندي قوه العلم وهكا غادي نكون انسان مؤثر وبزاف ناس غادي يشوفوني كيف درت توجور نفكرهم بلي انا تفوقت ولا انا وليت انسان هكا ونقرا وانسان متفوق في حياتي سي غراس التوفيق من عند ربي ومشي غير تعبي وحده وهكا كيش غادي ندير هذاك الدور تاع انسان داعيه
واللي بلي المسلم اصلا خاصه يكون داعي ومش شرط داعيه احنا كيما نشوفوها بهذاك المفهوم تاع داعيه لا ناس سبيسياليزي خاصهم يدعوا الاسلام لا كل انسان فينا خاصه يكون داعيه والبيبليك سيبل تاعنا يتبدل كاين اللي ياثر ولا يدعو غير في دائره صغيره غير في دارهم كاين لا اللي يدعو غير صحابه كاين اللي يدعي على دائره شويه شامله كاين اللي باسيون تاعه هو اللي يدعوهم كاين اللي لا دائره تاع كبيره وبزاف ناس يسمعوا لك سي تاع ليسونسييل كل واحد فينا هو مشروع داعيه للاسلام. السبب الرابع هو اللي خلينا نتعلمو ونديرو دي زيفور ونستغلو وقتنا هي making my parents proud of me ولي بارون تاعنا ما كانش حاجه تفرحهم كما اننا النجاح تاعنا والتفوق تاعنا في الحياه يعني غادي تشوفوا بلي كون تشوفوا غير فرحه صغيره لي باغ اكزومبل غير فرحه الباك نهار الريزلت تاع الباك تشوفوا بلي الفرحه تاعهم كانت كبيره بزاف وتحسوا بلي الفخر في عينيهم. فتفوقنا في اي حاجه ونجاحنا في اي مرحله من مراحل حياتنا غادي يخليهم proud of us وغادي يخليهم فرحانين بينا بزاف وفرحتهم تستاهل اننا نتعبوا على جالها. اقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال بادلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بادلا رعاية الطبية للقريب والبعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وسخره لنفع الناس لا لأذاه وأن أوقر من علمني وأعلم من يصورني وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد. فقسم الطبيب وحده بلي ما قنعتناش لغيزون اللي قبل أننا نتعبوا قسم الطبيب وحده هو اللي سبب مقنع انه يخلينا نتعبوا وزيماجيني بلي نهار اللي هكا اللي نكملوا قرايتنا ان شاء الله وندوا الدبلوم وكاع الناس تكون فرحانه بينا وكلي بغيو يتصوروا معاك ولي بارون تاعك فرحانين بيك ولا فامي كاع فرحانه وانت فرحان بصح انسايد على بالك بلي 7 سنين فوتهم ماشي تعب 7 سنين فوتناهم راحة ولا زعاقة ولا تفاهة ولا فوتناهم غير فوتو في الوقت وما كناش أسي ما كناش أسي سيريو في قرايتنا غادي ندمو سورتو في قسم الطبيب غادي ما نقدروش نقصوا على حاجة وحنا عارفين وحنا ما تعبناش وما غاديش نقصوا حياة إنسان وأنا ما تعبتش ما غاديش نقد نعاون زميلي في المهنة وأنا ما تعبتش وأنا ما عنديش باجاج اسي امبورطون ان باجاج لي يعاوني في كاع الباركور اللي راه جاي موراه. سبب اخر اللي غادي يخلينا نتعبو تو ليرن هي واحد الكوت يقول فيرست ليرن ذن ريموف ذا ال يعني لولا ليرن ذن نقلو هذاك ال تولي ايرن بلي ليرن فيرست ولا اند ايرن ليتر يعني لولا نتعلمو بعدا اوف كورس وي ويل ايرن ماني دونك الا ما تعلمناش وي وونت ايرن ماني والماني هو سبب تاني من اسباب العيش الكريم هو من اسباب اللي يخليك تعيش حياه شابه وانت تفرح بحياتك وقالوا انتوغاج تاعك يكونوا فرحانين بحياتهم تفرحهم قادر تنفع المسلمين باموالك وقادر دير بزاف اشياء بهذا المال واكيد توجو نقولوا بلي المؤمن القوي حاب خير احب الى الله من المؤمن الضعيف يعني المؤمن اللي عنده مال اكثر غادي يكون احب الى الله من المؤمن الضعيف اللي ممكن يقارع الاخرين هما اللي يمدوا له ماني. السبب الاخير اللي نشوفه تاني ترو امبورطون يعني لما قنعوكمش لي ريزون اللي فاتوا ولا باش تزيدوا تحفزوا اكثر هي سيك دوكتورز ار ترينرز كاين واحد الكتاب غايت اسموه انسان حكيم ناجح ومن تاليف الدكتور خالد عماره اللي هو انتروماتولوج في مصر وانتروماتولوج تري بريون ما شاء الله. تما في هذا الكتاب تاعها هضر على واحد الفورمول قال لك وين تاع الطبيب يكون وين تاع الطبيب يكون ناجح ويكون حكيم من يكون داير 3 اشياء الاولى هي يكون الدكتور اللي عارف يخرج دياغنوستيك وما نقدوش نخرجوا دياغنوستيك بلا ما نكونوا قارين غلط قارين غايه بلوتو وعنا اون باز شابه بزاف وان باز متينه تاع لي انفورماسيون. الحاجه الزوجه دكتور از ترينر ترينر يعني انسان مدرب شا غادي يدرب غادي يدرب لي مرض تاعه يعني غادي يعلم لي مرض تاعه باللونغاج لي فهمو هما يبسط لهم لافورماسيون دونك الا ما كانش هو فاهم غايه وقابض كلش غايه ما غاديش يقدر يفهم المرض تاع حاجه الزوجه.
غادي يعلم باغ اكزومبل لي زانفيرمي. لي زانفيرمي هو از ليدر، يشوفوه الليدر بلي خاصه هو يعلمهم، هو يفهمهم، هو يبسط لهم لي زانفورماسيون. او ميم طون حنايا از اكسترن ولا واحد مازال في الديبي، شنو غادي نعلمو؟ نعلمو اللي اصغر منا. وتشوفوها بزاف في لي ستاج، غادي نكونو حنايا باغ اكزومبل واحد في 3 اني دونك خاصه يعلم تاع حتى بريمير اني تاع 2 اني، ولا واحد قده ما راهش عارف غايه. هادو كاع من مسؤولياتنا اننا نكونو ترينرز فور ذيم، نعلمو لهم ونعلموهم ونبسطو لهم المعلومه. واخر حاجه في الفورمول هي صحه دكتورز ار ريسيرشرز، يعني خاص دكتور يكون ريسيرشر، يعني يكون اون بيرسون ان شيرشور لي ميكونش اون بيرسون لي تستهلك لي زانفورماسيون غير تكونسومي، تكون اون بيرسون برودكتيف لي تجيب لنا دي زانفورماسيون جدد. فوالا نورمالمون بور اوجوردي اون اتيرمين افيك لي ريزون كي نو بوس فير ليرنينغ اند فير سورتو التفوق، باش نكونو جود ميديكال ستودنتس اند ايديال ميديكال ستودنتس. So at the end, j'espère que inshallah tkounou stfaditou men had la video, and if you find it interesting, don't hesitate to share it with your friends, and bye bye.